السلام عليكم. هذا تمرين هندسة مستوى الثانية إعدادي. لا داعي لكتابة النص، الشكل يحتوي على جميع المعلومات. إذا عندنا دائرتين، الأولى سميتها السي، هي هذه المركز ديالها هو O. الدائرة الأخرى سي بريم، هي هذه المركز ديالها هو O بريم. ثم معلومة أخرى، الدائرتان سي و سي بريم متقاطعتين أو متقاطعتان في النقطتين A و D كما نشاهد على الرسم. ثم معلومة أخرى، AB قطر للدائرة C. لاحظوا أنه راه كيمر من المركز، إذا فهو قطر B نقطة من الدائرة C. كذلك AC قطر للدائرة C' لأن A و C ينتميان إلى الدائرة، والمستقيم AC يمر من مركز الدائرة. إذا كخلاصة، عندنا دائرتين C و C' متقاطعتان في نقطتين A و D، AB قطر للدائرة C و AC قطر للدائرة C'. المطلوب هو برهن أن النقاط D هذه و C و B نقاط مستقيمية. إذا بالنسبة لهذا التمرين هذا، غادي نحاول نستعمل بعض الخصائص المدروسة في مقرر السنة الثانية إعدادي، وهو الدرس المتعلق بالمثلث القائم الزاوية والدائرة. إذا سأذكر بهذه الخاصية. إذا كانت عندنا واحد الدائرة المركز ديالها، وعندنا واحد القطر ديال الدائرة، وهذا، وعندنا واحد النقطة أخرى تنتمي إلى الدائرة. إذا هذا المثلث هذا كيكون مثلث قائم الزاوية في هذه النقطة. بمعنى آخر، كل مثلث قائم الزاوية يكون محاطا بدائرة بدائرة قطرها الليبوتينيز، قطرها هو وتر المثلث. Tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre l'hypoténuse de ce triangle. إذن هاد الخاصية هادي غادي نستعملوها بالنسبة لهذا التمرين عندنا باش نجاوبو. يعني إلا ما عرفناش هاد الخاصية هادي ما غنقدروش نجاوبو على التمرين. إذن لاحظوا معايا الدائرة السي، الدائرة السي هذه الدائرة الكبيرة هذه، ها القطر ديالها AB، والدي نقطة، بما أن الدي نقطة تقاطع الدائرتين، إذن فهي تنتمي إلى الدائرتين معا، إذن فهي تنتمي إلى الدائرة سي وتنتمي كذلك إلى الدائرة سي. إذن في الدائرة سي AB قطر والدي نقطة تنتمي إلى الدائرة السي، تختلف عن طرفي القطر. إذن المثلث ADB قائم الزاوية في D. إذن المثلث ADB ADB قائم الزاوية، قائم الزاوية في
دي. اش غنستنتجو من هذه النتيجه؟ هذه غنستنتجو منها ان المستقيم ادي، علاش؟ لان دي زاويه قائمه. هذه يعني غنرسم نكمل المثلث، ها هو من بعد غنمسحو، ها هو الزاويه هذه قائمه، هذه ادي بي. اذا يمكن لي نقول ان المستقيم ادي عمودي على بيد، ومنه نستنتج أن المستقيم AD نمسح بعد هذاك الشيء اللي رسمت، ومنه المستقيم AD عمودي على ماذا؟ AD عمودي على DB، عمودي على DB، عمودي نستعمل الألوان، عمودي على DB، DB، فينا نقطة، في ندير بين قوسين، في النقطة دي. هاد النتيجة غادي نعطرها ونحتفظ بها لأنها غادي تساعدني فيما بعد، نسميها النتيجة رقم 1. ثم بنفس الطريقة المثلث المعطيات راني ذكرتهم بلا ما نكتبهم، المثلث A C A D C، ها هو غنرسمو بالخضر A D C. هذا علاش؟ لماذا؟ لأن الضلع AC قطر للدائرة سي بريم، والنقطة D تنتمي إلى الدائرة سي بريم. إذا فهو قائم الزاوية فين؟ قائم الزاوية هنا دي. إذا نمسح هادشي هذا باش نعاود نكتب، المثلث ADC قائم الزاوية في دي، المثلث ADC، المثلث ADC قائم الزاوية ADC قائم زاوية ماذا قلت؟ في دي. ومن هنا نستنتج أن ومنه نستنتج أن هو قائم الزاوية قلنا في دي، هو أن المستقيم AD عمودي على DC، أن المستقيم AD في باب الأحمر AD عمودي على المستقيم DC. فينا نقطة، في النقطة دي اكتبها بين قوسين، في النقطة دي. إذا حصلت على نتيجة رقم 2. إذا لنلاحظ كلا من النتيجتين 1 و 2، اش كنشوف؟ اش كنشاهد؟ كنشاهد أن نفس المستقيم هذا AD كاين هنا و AD كاين هنا، وهنايا عندي جوج مستقيمات مختلفين DB DC.
إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. إذن من واحد واثنان، من النتيجة واحد واثنان، نستنتج خاصية معروفة هذه في السنة الأولى إعدادي، نستنتج إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. ها هما المستقيمين، هما دي بي والدي سي، دي بي والدي سي بجوجهم عموديان على نفس المستقيم اللي هو أد، إذن فهما متوازيان. إذا المستقيم دي بي نستنتج أن المستقيم دي بي بقى دائما حافظ بالألوان، مستقيم دي بي يوازي المستقيم الآخر اللي هو دي سي، دي سي إذن هنا استنتجنا أن مستقيمان دي بي و دي سي متوازيين. واش كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ أن من نقطة دي كاينة مشتركة بيناتهم، مشتركة دي مشتركة بين المستقيمين دي بي و دي سي. إذن إذا كان مستقيمان متوازيان ولهما نقطة مشتركة فإنهما منطبقان، وبالتالي هذو كلهم خصائص ديال الهندسة، وبالتالي دي بي و دي سي منطبقان، وبالتالي دي بي و دي سي منطبقان، مستقيمان منطبق. إذن بما أنهما مستقيمان منطبقان أو بعبارة أخرى يشكلان نفس المستقيم، إذن النقط ماذا؟ دي و سي و بي، دي و سي و بي مستقيمية. علاش مستقيمية؟ لأنهم كينتميو لنفس المستقيم اللي هو دي بي أو دي سي. المستقيم دي بي و دي سي راه نفس المستقيم. علاش؟ لأنهما مستقيمان منطبقان. إذن النقاط D و C و B مستقيمين. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذن حظ سعيد بالنسبة لتلامذتنا الأعزاء. إذن وفي الأخير لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى.